اختتمت مديرية الأمن العام ممثلة بمركز السلم المجتمعي فعاليات مشروع الفريق الوطني للسلم المجتمعي الذي نفذه المركز بالشراكة مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية في عمان. وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات أن هذا المشروع جاء لتجسيد المسؤولية المشتركة لجميع مؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن بمعناه الشامل، وتأكيد أهمية التشاركية التي تساهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والحد من الجريمة وتحقيق السلم والأمن المجتمعي. من جهته أكد السفير الأسترالي في عمان برنارد لينش أن هذا المشروع هو أحد أهم ثمار التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية المختلفة لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في مكافحة التطرف والعنف. من جهته أشار أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور إلى أهمية هذه المشاريع في التصدي للجريمة بأشكالها كافة ورفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الانفتاح الإلكتروني والأفكار المتطرفة. تم إقامة الحفل الختامي لمشروع الفريق الوطني للسلم المجتمعي، والذي تم تنفيذه بالتعاون ما بين مديرية الأمن العام ومركز السلم المجتمعي والشرطة الفيدرالية الأسترالية. وجاء الهدف العام من هذا المشروع تحت شعار العمل بروح الفريق الواحد لاستهداف التطرف كمنظومة فكرية، حيث تم تدريب 120 مشارك من كافة محافظات المملكة، تم اختيارهم من كافة الفئات الشبابية والموظفين وأصحاب المواهب ولغة الإشارة والصم وقرى SOS، حيث تم البدء بتنفيذ أول تدريب لهذا المشروع في شهر آب من عام 2020، وتم الخروج بمجموعة من الإنجازات أهمها تشكيل معرض فني للصور قام برسم مجموعة من المشاركين الموهوبين.